وتحافظ على الخصائص التاريخية والبنى الديموغرافية الأصلية للمناطق الكردية. المادة 15 تصون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الحقوق والمكتسبات التي تحققت للشعب السرياني الآشوري وتطورهما بناء على عدالة التمثيل ومبدأ التوافقية. المادة 16 تعتمد الإدارة الذاتية مبدأ الاقتصاد المجتمع الذي يؤسس الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة. المادة 17 يسمح بالاستثمارات الخاصة غير الاحتكارية التي لا تضر بالاقتصاد المجتمعي. المادة 18 الثروات والموارد الطبيعية ملك للجميع، يتم استخدامها واستثمارها وفق الاحتياجات وبشكل عادل. المادة 1 يتشكل مجلس البلدة بنسبة 60% من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب و40% من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي تشارك فيها الرئاسة المشتركة للكومينات التابعة لتلك البلدة والرئاسة المشتركة للبلدية والبيئة. حقوقه ويعطي واجباته، فلهيك أنت اليوم أمام مسؤولية كبيرة انه رح يتم قراءة هذا العقد وناخذ آراءكم. الآراء اللي رح نجمعها اليوم كلها رح تؤخذ بعين الاعتبار ورح تسجل ضمن محضر في الاجتماع بعد انتهاء هذه الاجتماعات جميعا. الاجتماع اللي رح يصير الأخير رح يتم أخذ كل هالآراء. سريان، آشور، تركمان، أرمن، شركس، شيشان، مسلمين ومسيحيين ويزيديين لإقامة نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا يشكل أساساً لبناء سوريا المستقبل من دون نزع عنصرية وتمييز وأقصاء وتهميش لأي هوية.